ازيكم يا بنات؟ بصوا والله العظيم الواحد بيبقى قاعد كده ولا بيه ولا عليه، بتيجي عليه كوارث. يعني الحمد لله الدت دي فلوس اليوتيوب ظهرت عليكي. يا ما شاء الله اكسروا سم لسانكم بكلمة لا حول ولا قوة الا بالله. قطع الورقة اهي. هي عاملة من سي دي وفوق وسي دي وفي اثنين وريتها من نفس الفايبر وجنبي من سلية وجنبي من واي وايه هو النورمال؟ اي دونت نو ذا نورمال. طب الشعر بتاعتي؟ ها؟ ايوه. لا مش دي. لا افتحي شاطرة. ارجعي شعرك ممكن تقربي تساعديها تقربي لها راسك ازاي لها راسك كده. المفروض عارف يدخل الايدج غلط هي بتطلع كلر كودد، فلو دخلنا الايدج بتاع عيال صغيره ما بتطلعلكش اي كلر لان ما عندوش نورمال الداتا للايدج ده، فبندخل الايدج بتاعهم غلط عشان يطلع لنا كلر كودد. هلا اعملها ما دخلتش اه شكرا. بس 126 850 165 ارقام دي كويسه، ارقام دي كويسه. 3.6 فعلا. لا بس الايه الثانيه اقل مش 3.6 دي اقل. انا عندي ابعت عيال التليفون ولو ان احنا كده خلاص استنشن ازيكم يا بنات؟ بصوا والله العظيم الواحد بيبقى قاعد كده ولا بيه ولا عليه، بتيجي عليه كوارث. يعني الحمد لله انتوا عارفين لما يعني الحاجه بتيجي في البني ادم نفسه بتكون احسن لما بتيجي مثلا في عيل من عياله ولا الكلام ده. الحمد لله رب العالمين طبعا على كل حال، بس طبعا في الايام الاخيره لاحظت ان في كومنتات سلبيه وناس بتخش تقر وبتضايق بتضايق، يعني انتوا اسلوبكم بيضايق. يعني مثلا يقولوا لي انت جبتي وجددتي دي فلوس اليوتيوب ظهرت عليكي، يا اختي انت عندك اربعه، يا اختي مش عارفه. والله في ناس كمان يعني دخلوا بيدعوا على ابني طبعا وعلى عيالي، وانا طبعا الكومنتات دي ما بظهرهاش وبمسحها، بس لما تيجي مشكله كبيره كده في بنتي اللي ما عنديش غيرها فالموضوع بيبقى صعب على الواحد بجد. والله العظيم انتوا ما تعرفوش ظروف حد، انتوا بتتكلموا او اللي انتوا شايفينه ده كله انا بحاول اظهر لكم احسن ما عندي، انا بحاول اظهر ده على فكره، ويعني طول الوقت بحاول كده. تمام. انا الحمد لله رب العالمين يعني حصلت مشكله كبيره لمريم بسبب النظر، هي مريم اصلا بتلبس نظاره. تمام. طبعا انا مش بقول حد السبب والله العظيم، بس يكفي الناس يا جماعه اللي بتتكلم او بتدي كومنتات سلبيه وكده قولوا او اللي بيقولوا بدون قصد عندك عيال، عندك اربع عيال، ازاي بتعرفي تصوري، ازاي بتعرفي تمشي يومك، قولوا بسم الله ما شاء الله، اكسروا سم لسانكم بكلمه لا حول ولا قوه الا بالله. انا طول الوقت بحاول اظهر لكم احسن ما عندي، فيا ريت الناس تراعي ده ان انا بني ادمه عاديه خالص تعبانه. ورغم يعني واحده تقول لي في الكومنت والله العظيم تقول لي بمعنى الكلمه انا بس هتقول لي الله يهديك يعني انت تعبانه مش عارفه تتكلمي وعماله تنزلي كل يوم فيديو، يا ست الله يسامحك انا مش هرد عليك، انا حسابك عند الله.
المهم حبايبي انا قلت اطمنكم النهارده، وفي ناس كتير يعني بيسالوني ليه يا نجا ما نزلتيش الفيديو في ميعاده. انا اسفه ان الفيديو اتاخر. اولا انا النهارده كنت في المستشفى بمريم، في دايخه بيها والله العظيم، عينيها وجعاها جدا جدا، في عين منهم يعني ربنا يعافينا يا رب ان شاء الله. وما طلعش حاجه، عشان انا عملت بصوا عملت اشعه، بصوا عملت اشعه اهي حسب حالتي، عملت اشعه تمام وكشفت عليها وعملت لها كشف بالكمبيوتر وعملت لها كذا حاجه. المهم طلع عندها مشكله في قاع العين، قالوا لي لازم اتابع مع الدكتور واروح ان شاء الله الاسبوع الجاي عشان بعيد عننا يا رب، ويا رب يا رب ما يجيب لها حاجه وحشه وتطلع. يعني هم شاكين بعيد عننا ان في ميه زرقاء في قاع العين، في عين من الاثنين، فيا رب ما تطلع كده ابدا وتطلع الاشاعه كاذبه يا رب العالمين. انا بتمنى من الله. وريتكم الاشاعه، وانا اسفه جدا لو كنت بتكلم بانفعال يعني في اول الفيديو كده، بس بجد انتوا ما تعرفوش اللي فيا. يعني انا بجد بعد كام كومنت كده حصل لمريم كده. المهم يعني انا اسفه، انا اسفه والله. المهم انا رحت بقى، انا عايزه اطمنكم، رحت مستشفى الرمد اللي هي في الجيزه دي، مستشفى ممتازه جدا. اي حد عينه وجعاه يا جماعه، مستشفى الرمد ممتازه ونظيفه وجميله، اللهم بارك. عايزينك داخله مستشفى خاصه والله العظيم. المهم ان انا قالوا لي حولوني بقى ان شاء الله يوم الخميس الجاي يا رب يطمني عليها. عايزه منكم دعوه حلوه، كل اللي بيحب نوجا وبيحب مريم وبيسال عليها يدعي لمريم ان شاء الله ما يبقاش في حاجه، لان هم يكونوا شاكين ان يكون في ميه زرقاء في قاع العين. فبعد اذنكم ادعوا لنا يعني. بصوا انا غيرت لها مقاسات النضاره بتاعتها، وده الوصل بتاع النضاره الجديده. طبعا كله هيسال دلوقتي مريم مش لابسه النضاره ليه، عشان النضاره القديمه اخوها شدها منها واتكسرت. فلما عملت كشف جديد النهارده مع النظر الجديد، عملنا كشف جديد، فاحنا رحنا عملنا والله العظيم نضاره تانية وغاليه جدا، يعني بصوا ب 700 جنيه. انا الاولانيه كنت عاملاها لها ب 200 جنيه يعني، بس الحمد لله. عملتها فين بقى؟ الشمبر والعدسات والكلام ده هي اختارته. وايه رايك في الشمبر؟ حلو؟ حلوه النضاره الجديده؟ تقولي لهم ايه؟ قولي لهم محدش يدعي عليا انا واخواتي. محدش يدعي عليا انا واخواتي. وادعوا لي ان انا ربنا يتم شفاي على خير. ادعوا لي ان انا ربنا يتم شفاي على خير. قول لهم انا بحبكم قوي. بص يا حبايبي انا عملت النضاره عند رويل، ده اللي هو في المانيال لو كنتوا عارفينه. بس بالله عليكم ادعوا لمريم من قلبكم، وادعوا لي بس ان ربنا يطمني وما يكونش ما يطلعش في حاجه اكبر من كده. وانا اسفه لو كنت بتفاعل، انا كنت ممكن اطلع الكومنتات، بس الناس اللي ما عندهاش ضمير يعني ماليش ان انا اخد كومنتك واشارك على الفاضي. الناس اللي بتنق عليا، الناس اللي كل شويه بتقول لي انت بتنزلي فيديوهات يا نوجة، انا بنزل عشان الناس بتحبني، عشان الناس بتستناني، عشان وبطلع عيالي. في ناس كتير قوي ما بتطلعش عيالك معاكي، انا ما بطلعهمش طول الوقت، ولادي بيطلعوا كل فين وفين، لكن في ناس بجد بيشوفوا مريم بيتعلقوا بيها ويقولوا لي سلمي على مريم، طلعي مريم معاكي، مفيش اي مشكله. انا ما عملتش حاجه يا جماعه، كون ان انا غيرت غرفه لاولادي ولا غيرت ليش، كل الحاجات دي حاجات عاديه. وبعدين انا غيرتها بعد فتره طويله وتعب طويل وحاجات كبيره والله العظيم. اخر الفيديو مش عايزه حد يزعل مني، وبجد انا بحبكم جدا جدا. بص انا جبت لك ايه بقى، هات الزبادو كده وري لهم. بص مدلعاه والله، زبادو وزبادي واللي هي عايزاه اجيبه لها. المهم ان هي تبقى كويسه، والمهم ان هي ما تبقاش زعلانه. انت زعلانه؟ لا، هي بس تعبانه. تعبانه ايه؟ ايه اللي تعبك؟ عينك وجعتك؟ إيه خدت قطره توسع القرنيه بتاعت العين؟ بصوا طبعا، فخلي بالكم من ولادكم. طبعا في الاول انا عايزه اقول لكم ان مريم حاسه بصداع شديد والكلام ده، وانا كنت بتجاهل الموضوع ده، وكانت بتنام كتير زياده عن اللزوم، زياده عن اي طفل. فلما رحنا كشفنا طلع ان تأثيرات النظر الضعيف ان يخلي الواحد ينام كتير. حاضر. بيخلي الواحد ينام كتير، يخلي الواحد مصدع، يخلي الواحد عنده دوخه. ليه كل ده؟ لان المخ بيدي اشارات ان العين مش عارفه تشوف كويس. تمام؟ حاضر يا يونس. يونس مش عارفه اعمل منه حاجه.
بس حبايب قلبي ما تنسوش تحطوا لي اللايك بالله عليكم، وتدعوا لمريم دعوه حلوه كده من قلوبكم. يلا قولوا له بدعوا لي. جوب بصوا.